من الحنة ومعلقة من الخل، وانسي سواد، اي سواد في جسمك كله هيتشال معاكي بالوصفة دي. اول ما هتحطي المية عليها مش هتصدقي ان كل الحاجات دي نازلة من جسمك. وصفة رهيبة بمعنى الكلمة. كلنا عارفين الحنة والخل، بس عمرنا ما تخيلنا ان الوصفة الجبارة دي تعمل معانا النتيجة دي. حاجة بجد خيال. لما جربتها ما تخيلتش ابدا ان دي النتيجة بتاعتها. مش هطول عليكم اكتر من كده، بس بجد لازم تسمعي الفيديو ده للاخر، هتستفيد دي مني كتير في الوصفة دي بالأخص، خصوصا للستات والبنات اللي داخلين على جواز وحابين يفتحوا أي منطقة في الجسم ويدوها كده توريدة ويديكي شكل حلو قوي قوي في الجسم. يلا بينا حبايب قلبي نشوف مع بعض هنعمل الوصفة دي ازاي. بس أتمنى منكم تدعموني بلايك للفيديو، كمان تعملي اشتراك في القناة لو أول مرة تشوف القناة بتاعتي، وفعلي كمان زر الجرس عشان بإذن الله يوصلك إشعار كل لما أنزل وصفة جديدة. يلا حبايب قلبي مع بعض دلوقتي نشوف مكونات الوصفة معايا ايه. اول حاجة كده حبايب قلبي هبتدي ان انا اعمل معاكم الوصفة. هجيب طبق كده زي ما انتم شايفين يكون مش كبير قوي، علشان اما الطبق بيكون كبير قوي المكونات بتحتاج ان انت تعمليها اكتر، تمام؟ فهبتدي دلوقتي ان انا اول مكون معايا هو الحنة البلدي، الاول اللي هي الحنة الخضراء دي، موجودة عند كل العطارين اللي احنا بنشتريها في الافراح بيعملوا بيها حنة، تمام؟ هي شكلها بيكون عامل كده. هبتدي ان انا اخد منها معلقة كبيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الحنة معروفة جدا وسعرها رخيص جدا، يعني هتقدري ان انت تشتريها. تابع معايا لاخر الفيديو علشان هقولك على حاجة تخليها ما يتحمرش، لان احنا لو حطيناها على الجسم فهي هتحمر معاكي الجسم، واحنا مش عايزين نخليها تحمر الجسم. فانا هقولك تعملي ايه بالظبط علشان تديكي تبييض فقط. تاني حاجة يا حلوين معايا، انا محتاجة السكر، السكر الابيض بتاعنا العادي خالص، او ممكن نحتاج السكر البني. ايضا هاخد معلقة كبيرة من السكر بالشكل ده، تمام؟ وهبتدي السكر مع الحنة ادمجهم في بعض. طبعا السكر هيدينا تقشير كمان للجلد المايد، وانتوا عارفين ان احنا بنستخدم السكر في التقشير. بعد كده حلوين معايا نشا الذرة او الكورن فلاور، هاخد ايضا منها معلقة كبيرة، وايضا هدمجهم برضو مع بعض. تمام كده، كل مكون تحطيها تقلبيه الاول. بعد كده محتاجة حاجة كمان هنحطها عشان الناس اللي بيطلع لهم حبوب تحت الجلد او بيطلع لك شعر تحت الجلد.